حزن كبير سيطر على الوسط الفني في الويك إند، وده طبعاً بسبب رحيل المخرج السوري الكبير بسام الملا، طبعاً صاحب أشهر الأعمال اللي كان من أبرزها باب الحارة، أيام شامية، سوق الحرير، ليالي صالحية، وغيرها الكتير من الأعمال للدراما الشامية. وبسام هو ابن الفنان أدهم الملا وأشقائه المخرجين مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا. بسام توفى عن عمر 66 سنة وكان في شقته في بيروت، وده طبعاً بسبب مضاعفات مرض السكر اللي بيعاني منه من سنين واللي اشتدت عليه في الفترة الأخيرة للأسف. ومبارح تم نقل جثمان الراحل من بيروت لإحدى المستشفيات بدمشق، وكان في انتظاره الأهل والأقارب والمحبين، والتشييع هيكون بكرة بإذن الله يوم الاثنين بتاريخ 24 يناير. طبعاً الجمهور حزين جداً على رحيله اللي كان ليه مساهمة في نجومية عدد كبير من النجوم السوريين، وكان من أبرزهم اللي نعوه عبر تويتر طبعاً الصفحة الرسمية لـ MBC Group كارز بشار، نصيف زيتون، سلافة معمار، سلافة وخرجي، ماجي بغصن، كارمن لوبوس، المخرجة رشا شربجي، اللي وصفته بأنه هو مخرج راقي ومحترم وهو مؤسس ومدرسة للدراما الشامية. وكمان على انستغرام عدد من النجوم نعوه عبر صفحتهم، شفنا منهم قصي خولي، ماكسيم خليل، أمل عرفة، شكران مرتجى، باسم ياخور اللي ودعوا بكلمات مؤثرة. أما عابد فهد فنعاب بوست نشره على الستوري، وسامر المصري كان يمكن من فترة على خلاف معاه ونشر بوست على الستوري وعبر عن حزنه لرحيله وتمنى لو كانوا تصالحوا مع بعض قبل ما يتوفى. طبعا الله يرحمه يا رب ويصبر عيلته، خسارة كبيرة طبعا في العالم العربي كله، محبينه كلهم أكيد زعلوا على فراقه، وزي ما قلت خسارة كبيرة للوسط الفني كمان.